جميعنا يحب الفوانيس التي دائماً ما ارتبطت بشهر رمضان الكريم، لكن هل تعرفوا أصل الفانوس وكيف انتشر؟ حكايات كثيرة بهذا الشأن، منها أن الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله كان دائماً ما يخرج إلى الشارع في ليلة رؤية هلال رمضان لاستطلاع الهلال، وكان الأطفال يخرجون معه يحمل كل منهما فانوساً ليضيئوا له الطريق، وكان يتغنون ببعض الأغاني التي تعبر عن فرحتهم بقدوم رمضان. رواية أخرى تقول إن أحد الخلفاء الفاطميين أراد أن يجعل كل شوارع القاهرة مضيئة طوال ليالي رمضان، فأمر شيوخ المساجد بتعليق فوانيس على كل مسجد وتتم إضاءتها بالشموع. ورواية ثالثة تقول إن الحاكم بأمر الله أصدر أمراً بعدم خروج النساء من بيوتهن سوى في ليل رمضان فقط للتزور أو الصلاة في المساجد، فكان يخرجن ويتقدم كل امرأة غلام يحمل فانوساً لينبه الرجال بوجود سيدة في الطريق. هكذا بقيت الفوانيس تضيء الشوارع حتى آخر شهر رمضان، لتصبح عادة يلتزم بها كل سنة، وتحول الفانوس رمزاً للفرحة وتقليداً محبباً في شهر رمضان. بهذا تأصلت عادة الفانوس وأصبحت رمزاً رمضانياً، ثم انتقلت هذه العادة من مصر إلى معظم الدول العربية ليصبح فانوس رمضان جزءاً أصيلاً من تقاليد شهر رمضان. لكن كيف بدأت صناعة الفوانيس؟ كان الفانوس يضاء بالزيت والفتيل، وله لون واحد لزجاجه الشفاف الذي في الغالب كان يميل للأصفر أو الأزرق. ولكن صناعة الفوانيس بدأت منذ العصر الفاطمي، فكان الفانوس يصنع من النحاس ويوضع بداخله شمعة، بعد ذلك أصبح الفانوس يصنع من الصفيح والزجاج الملون مع عمل بعض الفتحات التي تجعل الشمعة تستمر في الاشتعال. ثم بدأت مرحلة أخرى تم فيها تشكيل الصفيح وتلوين الزجاج ووضع بعض النقوش والأشكال، وكان ذلك يتم يدوياً وتستخدم فيها المخلفات الزجاجية والمعدنية. ظلت صناعة الفانوس تتطور عبر الأزمان حتى ظهر الفانوس الكهربائي الذي يعتمد في إضاءته على البطارية واللمبة بدلاً من الشمعة. ولم يقف التطور عند هذا الحد، بل غزت الصين مصر ودول العالم الإسلامي بصناعة الفانوس الصيني الذي يضاء ويتكلم ويتحرك، بل تحول الأمر إلى ظهور أشكال أخرى غير الفانوس ولكن لا تباع إلا في رمضان تحت اسم الفانوس. بعد ذلك أصبح الفانوس يأخذ أشكالاً تحاكي مجريات الأحداث والشخصيات العامة والكرتونية المختلفة المشهورة في الوقت الحاضر.